شبح الظلام الدامس يعود ليخيم من جديد على المدن الليبية رغم تكرار وعود حكومة دبيبة بحلها دون جدوى. أزمة الكهرباء التي يمر بها المواطن الليبي هو شيء مخزي حوالي مدة 10 سنوات، وحكومات متعاقبة ومليارات صرفت ولم يكن هناك أي حل جذري لموضوع الكهرباء. العالم اتجه إلى خيارات أخرى لتوليد الطاقة، الطاقات المتجددة، الطاقة الشمسية. فنرجو من الحكومات أو أي أطراف سياسية بدل النزاعات والتجاذبات أن يجدوا حلول لمشكلة الكهرباء. كل مشاكل الخدمية سواء التعليم، الصحة، والكهرباء تأتي على رأس القائمة. انقطاع التيار الكهربائي يسجل أوقات قياسية وساعات طويلة 14 ساعة يومياً. حقيقة أزمة الكهرباء أزمة قديمة حديثة عانى منها المواطن الليبي لفترات عديدة رغم الحكومات المتعاقبة التي عاهدت كثيراً بحل هذه الأزمة ولكن دون جدوى، مما جعل المواطن الليبي يلجأ إلى استخدام المولدات الكهربائية التي أثرت أيضاً سلباً في حياته اليومية. فالمولدات الكهربائية أصبحت تعمل بطاقات وبتذبذب في الطاقات، مما أثر على الأجهزة الكهرومنزلية كالميكروويف والمكيف وأيضا شاشات التلفاز في المنازل، وأيضا المؤسسات العامة أثرت في أجهزة الحواسيب. فنأمل من الحكومة الحالية أو الحكومة القادمة إيجاد حل جذري لهذه الأزمة التي أصبحت تضاف وتثقل كاهل المواطن مع الأزمات الموجودة. يبدو أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة لا يستطيع الوفاء بوعوده التي قطعها للليبيين بحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي. لو حكينا عن الأضرار الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، لو جينا مجانب الصحي هناك فساد في العينات داخل المختبرات، أيضا نقص حاد في الأكسجين، المستشفيات تعاني من هذا الجانب الذي يعرض حياة المواطنين إلى الخطر. لو حكينا من جانب آخر الاقتصادي، عندنا الخضروات، عندنا التجار يعاني من إتلاف المواد الغذائية داخل الثلاجات الخاصة بالحفظ المبرد، أيضا اللحوم، ونحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك، معاناة كبيرة يعانيها المواطن الليبي داخل ليبيا بالتحديد وداخل المدن الليبية. معاناة الليبيين ما زالت تتجدد بسبب طرح الأحمال وانخفاض إنتاج الغاز بالبلاد بسبب الإغلاقات النفطية المتكررة. أيضاً الكهرباء أكيد أثر بشكل كبير جداً على الطالب، خاصة في هذه الأيام أنه هو يعني مقبل على الامتحانات، بل يعني بدا في الامتحانات، وكأن الأمر قد قيس تماماً على توقيت امتحانات الطلاب. احنا عارفين ان انقطاع التيار الكهربائي يؤثر حتى يعني على الناحيه النفسيه بالنسبه للطالب، الى جانب انه هو ما يلقاش النور اللي يشوف به الكلمات على الورقه لكي يذاكر دروسه بشكل جيد. اعمال الليبيين وتجارتهم فضلا عن حياتهم اليوميه تضررت جراء ازمه الكهرباء. القطاعات المتكررة أثرت بشكل سلبي وكبير على المواطن، خصوصا في الفترة الأخيرة على كبار السن والأطفال، مع ارتفاع درجات الحرارة اللي وصلت إلى 47 في أغلب المدن والمناطق الليبية، وهذا الشيء اللي أثر علينا بالسلب وأدى إلى وفاة طفلين، وهذه مأساة كبيرة. فنأمل من الحكومات إيجاد حل جذري وسريع لحل هذه المشكلة. الليبيون لم يجدوا مفراً من الهروب سوى لمولدات الكهرباء التي باتت جزءاً رئيسياً من حياتهم اليومية بعدما كان دورها للطوارئ فقط، الأمر الذي أدى لتهالكها وتذبذب التيار الذي تولده، ما أدى إلى تضرر الكثير من الأجهزة الكهربائية لا سيما في قطاع التعليم والصحة فضلاً عن المنازل. قطاع الكهرباء يعني أثر علينا بشكل كبير في أداء مهامنا، خاصة أن احنا كصحفيين نعتمد على أشياء ضيائية بشكل كبير، الكهرباء في أجهزة اللابتوب المحمولة وفي الإنترنت نفسه، لأن خاصة أن احنا نتواصل مع قنوات محلية ودولية ونبعث في المواد أو توصلنا مواد عبر البريد الإلكتروني، وأشياء ضيائية من قطاع الإنترنت ولها علاقة من قطاع الكهرباء وأثر علينا سلبا. وقبل كنا احنا يعني مواطنين ونعيش المعاناة هذه في بيوتنا، لأن احنا ما نرقدوش رقدة كويسة، ما نتريحوش، يكون عقلك في أسرتك تحتاج الكهرباء، المولد، الضوضاء متاعها. فهذه الأمور كلها يأثر سلباً على الحياة اليومية والوظيفة متاعتنا بشكل خاص يعني. ويبقى السؤال، متى تنتهي
معاناة الليبيين.